أتشرف اليوم بإلقاء كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة. يقول السيد الرئيس: بناتي وأخواتي، يتجدد في 8 مارس من كل عام الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة تحظى فيها المرأة في بلادنا وفي العالم بزخم من صور التقدير ومباهج التكريم في شتى القطاعات وفي مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي وفي حقول العمل الخيري والإنساني، وإنها بالفعل لجديرة بذلك. فلقد أثبتت في كل المراحل وفي أصعب الأوقات تعلقها بالروح الوطنية العالية ومساهمتها الدائمة في ترقية الحس المواطني، وما الظروف الصحية الاستثنائية التي توالت فيها موجات كوفيد-19 خلال السنتين الأخيرتين وأبانت عن تضحيات المرأة في السلك الطبي وفي مختلف القطاعات والمجالات، والتي واجهت بصبر التحديات القاسية في محيطها الأسري والمهني والاجتماعي، ما كل ذلك إلا ملمح مشرف وصفحة مضيئة لما تتحلى به من خصال الوفاء المتأصل وقيم التضامن الوطني. وإننا في هاته السانحة التي تدعون إلى استحضار مآثر المرأة الجزائرية وتأكيد التقدير المستحق لما اطلعت به من أدوار بارزة في حياة المجتمع، نجدد الاعتزاز ببنات الجزائر اللائي قدمن أروع الشواهد على معاني التضحية في سبيل التحرر والإنصاف والكرامة الإنسانية، عندما كانت بلادنا الغالية تحت هيمنة الاستعمار البغيض وإبان الثورة التحريرية المجيدة، ثم تحت راية الجزائر المستقلة السيدة. أيتها السيدات الفضليات، بناتي وأخواتي، إذا كان لقاءكن هذا يتيح لنا تجديد اعتزازنا ببنات الجزائر، ونحن في هذه اللحظات نعيش معهن أجواء الاحتفاء بهذا اليوم وما يرمز إليه من مثل الحرية والكرامة الإنسانية، فإنه يمثل أيضاً فرصة نشيد فيها بوعيكن وإصراركن على رسم مستقبل الأجيال بتنشئة أبنائنا وبناتنا على صون الرابطة الوطنية وعلى المواطنة الحق والغير على الهوية والانتماء الوطني. وفي الوقت الذي نشيد فيه بتضحيات المرأة الجزائرية، سنمضي بعون الله إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها تعزيزاً لمكانتها، خاصة في مجال التمكين السياسي والاندماج الواسع في مسارات الإنعاش الاقتصادي وترجمة مبدأ المناصفة، في تولي المسؤوليات والمهام الرفيعة وتوفير كل ضمانات الحماية من جميع أشكال العنف. وفي الأخير، إذ أتوجه إليكن بأخلص التهاني وأصدق التمنيات، أترحم معكن على أرواح شهيدات الجزائر، رفيقات الجميلات الثائرات، وأحيي بإكبار أخواتنا المجاهدات الماجدات، أطال الله في أعمارهن. عاشت الجزائر حرة أبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.